بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم أمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته، أهلا بحضراتكم معنا. ولا زال الحديث موصولا بنا حول قصة قابيل وهابيل. مولانا جل وعلا أخبرنا بالقصة في القرآن في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنما يتقبل الله من المتقين. ووصلنا في اللقاء الماضي عند قول الله جل وعلا: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. صدق الله العظيم. قلت لحضراتكم في اللقاء الماضي إن هابيل المقتول يقول لقابيل القاتل: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. لئن بسطت يعني إن لم هنا قسم يقسم، لئن مددت يدك لتقتلني ما أنا بمادد يدي إليك لأقتلك. مش همد إيدي عشان أقتلك أنا اللي هو هابيل. ليه يا هابيل؟ قال إني أخاف الله رب العالمين، يعني بيذكر أخوه إن أنت لو عملت كده يا قابيل أنا لن أقابل الإساءة بالإساءة ولكني سأقابل الإساءة بالإحسان. وبعدين بقول له إيه بقى؟ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أنا عايزك ترجع بإثم قتلي وإثمك من معاصيك ومساوئك القديمة، ده أنت عندك ذنوب كتير ومعاصي كثيرة. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار بقتلك إياي، أنت لما تقتلني هتدخل النار، وذلك جزاء الظالمين. اللي أنت هتعمله ده يا قابيل ده عقاب الظالمين، اللي بيقتل حد تاني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيتكفل بحسابه. فهابيل لم يقابل الإساءة بالإساءة وإنما قابل الإساءة بالإحسان. من خلال إيه؟ من خلال النصح والإرشاد. لذلك أول من قتل على وجه الأرض كان مين؟ كان قابيل. أي حد يقتل حد فإن إثمه يعود على قابيل. مش احنا خدنا في حديث النبي: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يبقى أول من قتل في الأرض قابيل، أول من سفك الدماء، وده الكلام اللي قالت له الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ده الأخ بيقتل أخوه، وقابيل موجود في كل زمان من الناس من يقتل أخاه ويقتل أباه ويقتل أمه لأجل متاع الدنيا أو لأجل الميراث، من الناس من يظلم، ومن الناس من يعني يتشدد في معاملته مع الآخرين حتى لو كانوا من أقاربه، حتى لو كانوا مع أرحامه، يسيء إلى أبيه ويسيء إلى أمه
لأجل المال أو لأجل زوجته أو لأجل الدنيا، فقابيل موجود في كل زمان ومكان، وكذلك هابيل موجود في كل زمان ومكان. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. الملائكة يظنون أن كل اللي هيبقى من جنس بني آدم في الأرض كقابيل، والله جل وعلا يبين لهم إني أعلم ما لا تعلمون. فيهم الطائع وفيهم العاصي. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. بإثمي يعني بإثم قتلي، وإثمك أي بإثم معصيتك وآثامك القديمة. عندك ذنوب كتير، واللي هيعمل كده هيدخل النار، وذلك جزاء الظالمين. لم ينتهي قابيل ولم يلتفت لكلام أخيه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. طوعت يعني إيه؟ يعني سولت نفسه، سولت له أن اقتله، هذا فيه كذا وكذا اقتله فقتله. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من النادمين. يعني ندم على فعله هذا، إزاي أنا أقتل أخويا؟ لكن الندم بعد إيه؟ بعد ما قتل، بعد ما فعل الفعل الشنيعة بتاعته، بعد ما ظلم أخوه هابيل. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من النادمين. طب وبعدين شال أخوه بقى، حمل أخوه ومش عارف يعمل فيه إيه، فربنا سبحانه وتعالى أرسل له رسالة مع الغراب كيف يواري سوءة أخيه.